عظمة الفخذ. دافت فيمر بونج. عظمة ريل. ريل الرجل. في الأذن. In the ears. فك. خطأ. That's correct. صح. ممارسة الرياضة باستمرار. By keeping active for life, you know, sports and good nutrition, like adapting a good diet. الأكل الصحي والتمارين اليومية بشكل يومي أو تقريبا كل يوم وترك أو يوميا يعني. شعور طيب جدا انك تمارس الرياضة باستمرار وتحس انك انسان صحتك تكون دائما ممتازة. For the mental health it's good, you feel satisfied, you feel the happiness after achieving any like you know good exercise, there's like some chemical breakdown happening inside your body and your brain just give you a good push for happiness. كرياضي يكون يتمرن كل يوم هذا لما يتمرن يخلص يرتاح اكثر عن ما انه ما تمرن. ننصح المشاهدين انهم يمارسون الرياضه باستمرار لان الرياضه هي جزء من حياه كل انسان لكي يعيش حياه طبيعيه يمارس الرياضه، الرياضه سهله للي يحبها وصعبه للي يحاول انه يبعدها من نفسه، بامكانه يمارسها في أكثر من طريقة، بإمكانه بالمشي نص ساعة يومياً أو من الصلاة أو من أي رياضة هو مقرب إلى قلبه بإمكانه يمارسها. أول شيء تعدل جدولك اليومي، يعني تصحى من الصبح، شو تسوي من الصبح؟ الأكل الصحي والسهر، اقطع عن السهر على طول وتحاول التمارين، إذا ما تتمرن على الأقل مشي، المشي وايد مفيد يعني إذا أنت مش في الرياضة على طول. على الأقل مشي. I would like to tell them to start, be active, do some sports, even it's less, and eat a healthy food. To be active, it doesn't take like to be a professional. Just hit the road for a walk, and this is gonna take you like 20 minutes or 25 minutes from your time every day. Or maybe like you know three times a week. It doesn't have to be every day, but you know, get on the road and start to be active. It's very important.